السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شنو شباب، رجعناكم فيديو جديد واسف على السهوة اللي صارت. اليوم الفيديو تعلم برمجة تطبيق حساب العمر. راح نستعمل برنامج انتولجيا الملقب بآديا، وتلقون رابط تحميلها بالوصف، وأيضا راح نستعمل لغة جافا، رابط تحميلها في الوصف. الآن حنتعلم كيف نسوي بروجكت جديد. أخذ نيو بروجكت، اختار الكوتلين ونضغط نكست. نكست اسميه first finish this window. تمام، الان صار عندنا ملف جديد او بروجكت جديد اسمه first. حتى نقوم بانشاء ملف لكتابة صور برمجية، نذهب على src، نذهب على src ونضغط كليك ايمن نيو كوتلين فايل. راح نسمي اي اسم تريدون ان تسمونه، انا حسمي first up دس انتر. الان انفتحت عندنا هذه الواجهة. اول شيء قبل ان نقوم بكتابة اي كود برمجي او سطر برمجي، سوف نقوم بكتابة المين فانكشن. فانكشن مين arcs array A capital Y string string string. بعد هذا نقوم بفتح البودي. الآن نستطيع هنا كتابة أي كود برمجي تريدونه. على سبيل المثال نكتب print شرحتين hi. نقوم وضغط run. إذا تريدون تسوون run يعني تنفذون، كليك أيمن run أو هنا اضغطوا هنا run. طبعا انتظر شوية حتى يسوي ال run. هاي طبعا هاي. الآن نقوم بإنشاء برنامج عمر. سوف نقوم بإنشاء متغير باسم age 1، سمي var age1 يساوي age1. راح نسوي integer integer، لازم يكون بدايته capital integer يساوي شنو القيمة اللي تريد تعطيها للage او للمتغير. نكتب read line لان تتعجب dot to string to integer. هنا أنا ما راح يصير ال H1 يساوي integer. integer ال int باختصار كلمة integer. integer تعني أرقام، أرقام صحيحة. والآن سوف نقوم بإنشاء متغير لوضع العام الحالي من جهاز الكمبيوتر تلقائيا. نسوي var year يساوي calendar dot get instance dot get calendar dot year. هذا الكود راح يعطينا السنة الحالية. والآن وصلنا الآن إلى منشاء المتغير الأساسي الذي يقوم بطرح سنة الميلاد من السنة الحالية، والذي سوف ينتج العمر. حسناً، الآن far راح نسميه age 2 يساوي ال age يساوي ال year يساوي ال year ناقص ال age 1. الآن دعونا نرى، كما ترون لا يوجد شيء. يجب أن نكتب مثلاً نكتب سنة ميلادنا على سبيل المثال 2007، ما ظهر شيء. خلاص التنفيذ، كما ترون انتهى التنفيذ. والآن أنا سويت أعرف شو راح أكتب، بس المستخدم راح يستخدمه ما يعرف شو يريد يسوي. لازم نعطيه تنبيه إنه مثلا قل له اكتب عمرك أو سنة ميلادك. راح نقول هنا أنا برنت
print print ln يعني لاين جديد يعني سطر تحت قوسين حط شرحتين حتى نقدر نكتب الكتابة أي نريدها. نكتب write your first year نقطة. الآن سوي تنفيذ. الآن يعرف المستخدم إنه لازم يكتب نانا تاريخ ميلاده. راح ندخل تاريخ ميلاده على المثال 7 ما أعطانا عمر، والسبب إنه لحظة ولكن لن يتم طلعات عمره، لذلك سوف نقوم بكتابة الأمر برنت مرة أخرى وندرج به ناتج العملية والذي هو عمر الشخص الآن. ندخل هنا برنت نكتب هنا your age is قوسين نفس راح نسوي حط علامة الدولار ونكتب H2 اللي هو الناتج. والآن إذا سوينا تنفيذ ثواني تمام نكتب مثلا على سبيل المثال 2007 your age is 14. والآن كما ترون قد ظهر الأمر. حسنا زيادة جمالية سوف نقوم بوضع بعض الإيموجيات أو you are still young. You are still young ما تبدأ صغيرا. نحط مثلا إيموجيات قلب. الآن سوف نقوم بفصل كل شيء يحدث. تعالوا نرى print سطر print يكون ln سطر خاص هنا ln. الآن سوف نقوم بكتابة هذا شارحات لكي تفصل كتابة العمر عن العمر. عندنا نتيجة write your year 2007. شوف الآن هذا مزاج جوي هذا ليش؟ لأن إحنا هنا البرينت خليناه هنا مفروض نخلي هنا حتى هذا يبقى بسطر واحدة تمام. الآن سوينا ريران 2007 your age is 14 you are still young. شوف كيف صار جمالية. والآن هنا انتهينا من برنامج حساب الأمر. أتمنى أنكم استفدتوا، أتمنى أن تدعموني بالاشتراك وضغط زر اللايك ومع السلامة.